إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والنجوى فإن من اتقاه وقاه فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه هاتان الجملتان جملتان عظيمتان من توكل على ربه كفاه أمر الدنيا والدين أمر الدنيا والآخرة ومن استقام على الطريق والصراط المستقيم هداه الله تبارك وتعالى وألهمه كل خير فنحرص كل الحرص على الاستقامة والتقوى والتوكل على ربنا تبارك وتعالى أيها المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى وحلي بلها ترسي قوضة والله بيتوان بلوت وحكم ده رب بعده سبحانه وتعالى أفر بلوت وحرمة قونئة وربنا سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أفر حرمة قونئة لها يا كمد أي ربنا سبحانه وتعالى نبي قال عليه الصلاة والسلام وحولي حديث متفق عليه زمنك وصور يجي ما أنت إله سماواتك هي خلقك وأمي لقب الله به وصور يجي استدار وريك أي سوس مي مركا سنتك والله بقي تمام بلود أفر كمدة أي حرم وحرم الله يونا بقول صلى الله عليه وآله وسلم مركا سو رب جن حبت حبت قرانك ومشي جن لكن نبي جن عليه الصلاة والسلام أي نوع الرفي أو حولي سدح ويسكو حجان وهذا القعدة أحدى ولي أنا قد أمانين وما أنت سكاي لواتن كذا إيو ذي الحجة وإن شاء الله كابي الناس على هنا جالسية هي بشة إذا كذا أقول لك أنا محرم أو كحكته سد حذا بلوضع إسكو حجار النبي قال صلى الله عليه وسلم تنفرنا ورجب وأني منك الرمو ضرائيات قيمين جرين أو جمادة الأخير أمبا جمادة ثاني هي وجه حيث شعبان أيها النبي قال صلى الله عليه وسلم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ربي أمر أيوب حليه ورنفتي إنها ظلمننا وظلمها الله إيماننا ظلمك الله إيمانا قفك إنه محوها حق الله كجابي وظلمي وعباداتك لغيرها كجابي وظلمي وتوحيدك وغري وحق الله ظلمي إن حقوق ده ابن آدنك وكدع وظلمي ظلمك وحويا مدير يمدوين أيوليه كنوين وحويا إن الشرك لظلم عظيم شركك يا ظلمك وقوينه مرك ظلمك قفك إنه نفتيس ظلمية أما حق الله ظلمية أما عباداتك الرب يكرب الله إيمان وايو أما مخلوقي أما عرب وكو ظلمية أما إل وكو ظلمية أما أدن وكو ظلمية أما حتى قلبي وكو ظلمية إنت إن لو أقل يهي ما أهم وياه مركا بشان ظلمك سديسة ولا ما أقل يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا أدو مهيك يو ظلمك نفتي إذا يانك حرم يا عيس ظلمنين أي رب الله سبحانه وتعالى الحديث القدسي صحيحة مركا لكن بلهم أفرت ظلمك وسيد درينه أو حويان حليس كيسا ميرا حلي الله حرميي أو وليب أمر وكب حين أن ظلم لا إيماني قفك ظلم لا إيمان هذا مركا حالات أدك أيك جري بالمقابل مركا حالات هذه أي نوعاتي أنك مسلمين هذه أنهي بلهم أفرت ربي وحنور أحدكي عباداتك حجك بشلو قدناي وحيكب الله ميسا هو أشعر الحجك وحويا وحيكب الله وضو حويا بش هذا أخجرنا إيو وحويا بش كهريس مارك أشعر الحجك ماشي أقوم مهم سن وطبان كان وعملك حجك اللي قلت أنت هذا بضن بش طبان كان أقوم مهم سن طبان كان إيجا مارك إله بأقول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر طبعاً كأصحابين ورب سبحانه وتعالى كل دارتي جماهير أهل العلم أو جهر رياء حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس حليه وطبعاً كان ذي الحجة تصيليه مركة طبعاً كربي بقول الله سبحانه وتعالى سيدوك النبي أن عليه الصلاة والسلام حوشك أيامها الدونك
inay ugu fadli badan yihiin habeenadaas tobanka ah ayuu nabigeena sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa ayaamahaas afwan tobanka ah inay ugu fadli badan yihiin sidoo kale camalka lala imaado tobankan maalmood camal u dhigma ma jiraayo camal qof uu sameeyo oo maalmi kale uusa ku sameeyo oo camalka uu maalmahan ku sameeyo ka fadli badan ma jira ayuu nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam azka riwaayadan hadda halkaanan ka akhrinay ka nadiifsan oo ka daahirnimo badan ma jirta ayuu nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam xataa jihaadkii ayaa la weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi wala aljihaad ilaa qof naftiisii iyo maalkiisii jihaad la aaday kadibna naftiisana la dilay oo waxa weeye qorta laga jaray qoorta laga jaray ama la dilay xoolihiisina la dhacay oo isagoo muxuu ahaa waxba aan la soo laabanin qofkaas waa gooni laakiin xataa jihaadka tobankan maalmood camalka caadiga oo la sameeyey ayaa ka fadli badan ayuu nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam tobankan maalmood rabbiga subxaanahu watacaala ayaamo waxaa jirta uu na faray wadkuru llaha fii ayaami macluumaat ayaamaha macluumaadka oo la yaqaano oo alla inaan aada u xusna oo rabbigeenna faray waxay leeyihiin dhowr ama muxuu ahaa koox badan oo mufasiriinta ah waa tobankan maalmood ee dilxija sidoo kale tobankan maalmood oo dilxija oo nagu soo beegan ama nagu soo aadan waxaa ku sugan laba maalmood oo maalmaha kale aan la mid ahayn yowmu carafa ayaa ka mid ah yowmu carafa fadaaisheeda iyo wax ku sugan wax innaba caadi maahan kolleyba insha allahu tabaaraka watacaala khudbada dambe yowmu carafa way ka soo horeyn khudbada ka soo horeyn doonta insha allahu tabaaraka watacaala wacalihi marka xilligaas ayaa yowmu carafa iyo fadliga ku sugan iyo laga hadli doonaa kolleyba insha allahu tabaaraka watacaala marka yowmu carafa iyo yowmu naxr nabigeenana calayhi salaatu wasalaam yowmu naxriga si gooni ahaan iyo maalinta ka dambaysa oo dadka ay mino ku sugnaan yowma alqarri loo yaqaano oo lagu sugnaanay koo itobanaadka ah maalmaha iyaga nabigeena wuxuu ku sheegay sal allahu alayi wasalam maalmaha alla agti ugu weynaanka badan inay yihiin tobankan maalmood cibaadaadka inta ugu muhiimsan oo umahaatul cibaadaadka loo yaqaano ayaa kuwada urursan ood rabbigan subxana wa tacala ku uruuriyey waa soonkii oo muxuu ah carafo in la soomo salisma farin qofka aanan xaaji ahayn soonkii ayaa ku sugan waxaa weeyaan salaadii waa la tukani sidoo kale waxaa weyaan xoolihii waa la bixin oo infaaqii meeshu ku jiraa xajkiina waa la gudani ummahaatu alcibaadaat tawxiidkiina waaba asal oo intaaba qof aan tawxiid wadanin haba yaraata waxa weye ma gudan karo mana ka ansaxaysa marka arkaanulislaamkii oo dhan ayuu rabbigeen subxaanahu watacaala meesha iyada ah ama inteeda badneed uu ku jamciyey ikhwaani kiraam marka ayaamahaas ayaa nagu soo foolo nagu soo aadan waa fursad aada u weyn oo annaga rabbiga subxaana wa tacaala uu gooni ahaan noo siiyey dad badan ayaan la siinin oo maanta qubuurta dhex yeelaan dhowrka mitirna ilaahay u naxariis subxaana wa tacaala aadna u rajaynaayeen inay gaaraan ayaamahan ayaamahan marka inaan kuwa ka dambe gaari doono ilahay baa ogsoon subxaana wa tacaala marka tobankan maalmood seen ku qaabilaynaa saddex arrimood aan ku qaabilna tan koowaad aan dunuubtii toban iyo shan maalintii aan gaarnay ilaa maanta inta dembi oon galna aan ka toobakeenna mid alla xaggii aan ka galnay oo xaq alla ah iyo mid xaq bini aadanahaba noqdee aan isdhaqno oon isnadiifinna in laga toobakeenna dunuubtana waa waajib ilahay wuxuu leh subxaana wa tacaala watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuminuuna lacallakum tuflixuun wa ilahay toobakeenna muminiintiyey inaad liibaantaan aada mudan tihiin marka allahna soo wada noqonno qodobkaas waa qodob aada muhiim ah ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ku farxi markaad allah subxaanahu watacaala kugu farxa cibaadaadkaada waa la aqbali oo dembigaada la dhaafi oo waxa weye darajada la saramarini oo ducadaada la ajiibi oo khayr o dhanaa lagu siini marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku farxi waa inaad haddeertaan fadhiga aad fadhida aad allah subxaanahu watacaala wax al wixii dembigood ka gashay aad ugu soo noqoto wixii khalqiga aad ka gashayna aad ka tawba keento oo xuquuqdii aad iska celisid dadkii aad xataa aad aqooninna istikfaar iyo dembi dhaaf aad alla weydiiye subxaanahu watacaala iyo wixii muxuu ahaa culimmada ay fareen in la maro aad martid adoo nadiifa marka tobankan qaabil oo rabbi subxaanahu watacaala ducadaada iyo khayrka aad geysanaysa allah ka aqbalo innamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin ahlu taqwa qofka si uu noqdo qodobka labaad tobankan maalmood inaad ka faa'iidaysato ood inta ugu badan oo khayr ood geysan karta aad geysato haddaba go-aanso go-aan qaado
وح الله وح مشاغلها كوح حرنا أو كام حوها هر استاجي جري قرآن أخرينتي هي خير كاتسمين لهيد إسكوا هذا محوها حر أما إسكي يري أو قوان قاضو تمن كان مال موت إني كسومري موجد أنا موجي هذا كذا موجد أن قوان قاضنو إنا نحاول كفائدي سنو هدي أد قوان كقاضة تمرك يكوسو قرتو أو ضربك قرسيو شك ما لهن إلهي عندي سنا سبحانه وتعالى وذريس حتى قفك إستجون جارين هذولين تو ود إلهي أوصل سبحانه وتعالى أما أول الجارين واللقري نبينا نوشي صلى الله عليه وآله وسلم قفك سيد أحد قدام بيب قفك وإنه معاصيك فوقه دم بيودن كفوقه دم بيودن كفوقه الصغير والكبير نوعك الساعة هذا كان قلبي قاود درا خطر وا قفك مشكلة دمك تعربك هي إنها قلبي قانا يا حكومة ترك وهالكث نبينا نوشي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة جرك وحاك كل حجرته قبل يروه يلب أيك وجره إذا صلحت صلح الجسد كله jirko dhan ayaa muxuu ahaa wanaagsan hadii qalbiga uu hagaago indhiya hagaagi oo arabkiya hagaagi oo xubniya hagaagi oo cibaadada hagaagi hadii kaas uu fasaadana waxba ma fasaadin iyo nabiga naxdina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam marka macaasida aan ka fogaan taad dhunuba sagiraha wa kabiraha dhaka tuqa dhunubta taada yar iyo tan weyn bi sagatak taas ayaa allah ka baqitaan subhanahu wa ta'ala saddex taas qodob ayaan ku soo dhaweynaa insha allah tabaaraka ta'ala bishan oo kaga kala hortageyna على ماذا حوها هي جيرها قيل هي أباح لجله ارتجي بشان وسيد حتى قضب الله إن لوصنا سبحانه وتعالى إن أنكو عن صنعك فائدة يسونه إيوه إن المعاصي إلهي كفوقنا سبحانه وتعالى إله ما كبرينا سبحانه وتعالى إنه نوافجيو إخوان الكرام وحويا أعمال آت وبدن ورنت قفك مؤمن كأه إن الله ماذا لب هنيا والله جاي إن إله سبحانه وتعالى قيبا كوافجيو أياجرت القرآن آخرين تي كم تهين way kamid tahay istighfaarti way kamid tahay labadi naqday in barnaamij loo sameeyo hadii ay nool yihiin haday dhinteenba hadii ay dhinteen waa loo tabeen sadaqana loo bixin qaraabada in la xiriiriyo yaani a'maalul birri damantat hayray sanin la imu qodob gabagabad aan ku soo gabagabeyn kalimada ama khutbada akhwaani kiraam in udhiya la imaada aya mashruu'a rabbiga inuu jeedo subhanahu wa ta'ala nabiga inana u muxuu qowlahan يا في الهام وجدي عليه الصلاة والسلام. مرك قفك أول له إن وضحية سودي على جروبه وارهن مأموره لسفره. أمر كاسنا سيدا راجحة واستحباب إن شاء الله تبارك وتعالى السنة أجروين أيانا كسوكان سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. دي على جروبه قاس مركه قفك جوان صده أو جوان قطهاي إن وضحية أيضا أمحوها قلو. هيسك إلى لي إن وحديها هيسك جرمان تذا. wax allo wax dheer yahay oo tin aha ma iska hagaaji bari lama ma inay noqoto laga wada arko iska hagaaji adiga u dhawaan timiha u dhawaan jirkaad wax laga goyna iska ilaali nabigeena ayaa cadi sallallahu alayhi wa sallam marka maalinta ayada oo dhixiyadaada aad gowracdo kadib ayada xushaayada iska hagaajinaysa insha allah tabaaraka taala waana amarka nabigeena alayhi salatu wa salaam hadith um salama ayna weyn ka warneysa nabigeena xulay sallallahu alayhi wa sallam bishad al hajah diya ay kasho oo midkiina oo doona inuu dhixiyo gowraca yuusan timihiis wax ka qaadin hadiis yuusan wax ka qaadin riwaayad kale jirkiisa yuusan ka taaban ayuu nabiga naxdeena sallallahu alayhi wa sallam rabbi wa hakbarina subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula inuu bishan dhil hajja annahu amni ya iman haysana nagarsiyo caafimaad haysana nagarsiyo rabbi subhanahu wa ta'ala a'maasha ya khayr ku dhaxdigayna aan kuwa ka faa'ideysto rabbi wa ka aqbal naga dhiga rabbi subhanahu wa ta'ala إله سبحانه وتعالى أنت حجني حجك الله يسره أنت أن حجنين ربك سبحانه وتعالى حجك الله أفره أسباب تيسن الله تيسيره لما أنت أن أنت سوى حج سيدنا حجنين ربك سبحانه وتعالى حج سوى صدحك بالوضع حجك الله يسره ربك سبحانه وتعالى أبواب خير فرن الله يسره ألا عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك على دين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام
وجنب من الفواحش ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.